بكل الود بكل الحب وبكل عفوية وتلقائية نتواصل. تتواصل جولاتنا، جولاتنا اليوم تجيبنا لاريانا جديدة، والمرتي هذا خدمناه برشا مرات. احنا في جائحة الكورونا معناتها مرغمين وأن نخدموا في إطار ضيق الحقيقة. لكن اليوم سعداء، سعداء وأنه اليوم نستقبلوا لأول مرة في البومارشي سفيان متيبع اللي قاعد يأمن في هالصور هذه. مرحبا بك سفيان ونورت البومارشي ويعطيك الصحة في البافات. هذه الحاجات المهمة معناها بالنسبة لنا، خاصة يا سفيان وأنه في البومارشي رانا ديما نعملوا حملة تحسيسية صغيرة هكا ونقولوا للعباد نحافظوا على التباعد الجسدي، نستعملوا الجيل، نحطوا البافات متاعنا، نغسلوا يدينا في تواتر معقول يعني بالماء والصابون الأخضر، باش هكا نحميوا رواحنا ونحميوا الناس اللي نحبوهم ويحبونا ونحميوا بلادنا، وربي يحمينا من هالجائحة هذية. دونك احنا قلنا جينا الأريانة الجديدة، جينا لظروف زادة كيف كيف عملية، جينا بكري شوية أكيد، دونك مانيش باش نلقاو برشا حركية. المهم أنه نعطيو مؤشر احنا متاع الأسعار. حبيت نبدأ بالصورة هذية سفيان متاع الحانوت هذية شبابة هذاك، خاطر على الأقل الناس كي يحلوا التلفزة متاعهم يبداو بصورة معقولة وصورة شبابة. مرة أخرى نزيد نأكد، وهذه رسالة لرئيس بلدية أريانة والوالي وغيرهم، نقول لهم راه ماهوش معقول مدينة الورود ما فيهاش بيع ورد. دونك نتفكر على ربي سفيان باه يلا. وبالمناسبة متاع سفيان متابع بالله، خليني نحيي زاد صديقي اللي هو كيف ما سفيان من المصورين متاع البلاتو متاعنا هو محمد عطروس. سبقه انه خدم معايا محمد عطروس مرة وخلى بلاصته الحقيقة. دونك حتى انت يا سفيان نحبك تخلي بلاصتك، راهو نولي ديما نقول مش بيه سفيان ما يخدمش معايا. يلا وينو الدجاج؟ هاو جاي. قداش يعمل سومو هكا ابوبري؟ هاو باهي 5500. اقرا لي حساب. ايه باهي. هاي برا ندخلو. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلا بك اخويا. عايشك. سفيان باش نمشي نبدا على اليسار انا لهنا ومن بعد تو نجيو بحذا. خذ راحتك. هاي سفيان بعد ما كنا لبرا خلينا ندخلوا لداخل ونشوفوا البورصة عاد نتاع الاسعار ونشوفوا احوال المرشي. على سلامتك. على السلامة. جيت تقضي ولا كيفاش؟ جيت نعمل دورة. ايه باهي. صحة. عايش. مرحبا بك. عايش. بلا سفيان ما يسالش باش ما نموش الناس وباش الناس تفهمنا، احنا رانا جينا بكري والناس مازالت تهبط في السرعة. خلينا نبداو من هنا ناخذ شوية بلايك نشوفوا غادي عدس ودرا شنو وحكايات هكا. كما قلت هذايا راهو معناتها ستان مارشيت كارتيي لهنا. هذايا جلبانة بأربع دينارات. القنارية غاديك البيضة بدينار و500 مليم. البروكلو بدينار هوا. دونك نحاولوا ناخذوا شويه شويه هكا شويه شويه وهنا ماشيين. هذه سفناريا بون ما نعرفش هو كيما قلت راه الناس مازالت كي خلطت. تو نشوفوا من بعد غادي هو تو يعطينا الاسعار نتاعو. هذيا طمسون بدينار وغاديك العصير ب 800 مليم انا خزرته وشفته. الحلو لا اختانا هذايا طمسون بزوز دينارات الجروس. خلنا نفهموا. تحب تشوف حاجات نتاع الشتاء يا سفيان؟ مغروم بجاري انت؟ لا الشعير اختانا ما عندناش دجاج نربيو فيه احنا. هذا العدس المقشر بسبعة دينارات. الفول المصري هذا راهو يجي في شكشوكة القراع. وبالمناسبة خلينا نحييو أمين البرني اللي مغروم بشكشوكة القراع. العدس الأخضر بستة دينارات. نمشيو نشوفوا الدجاج واللحم ونرجعوا للخضرة غادي يا سفيان. يتعب المارشي سفيان ريكولون كاميرا بورتي هز على كتفك يعطيكم الصحة أنتم. ومن خلالك أنت راه نحب نحيي كل الناس اللي خدمت معايا البومارشي واللي هكا بالطريقة هذية. دونك اللي أريكولون والكاميرا لهنا وبرشا تعب. أي دجاج يا سيدي عسامة حاجة شو خذيت لنا حاجة؟ أعطيها متبارة لليوم يا حاجة أنت كيفاش؟ قلنا ريا مبطنة وشنو؟ أوه صحة صحة الصحة عايش استدعاني عاد مرحبا ربي يفضلك. هاو الدجاج لهنا بستة دينارات و90 مليم هذايا والاسك الكويس دو دانت 7200 والاسكالوب 11 دينار و150. المدام لهنا تقول لي ما فهمتش علاش الاسكالوب كانت ب 10 ب 10 كانت لا هو كان 10 من بعد ولا 12 و300 انا ما نديرش السيو. صلح صلح ديما هذاك هو
هذه القديمة نتاع البارح. البارح. واليوم 12. 12 باهي. دام الله الرخاء. يا رب يتبقى علينا سترك. وكهو. صديقي. الله مستعان. عايشك. شفت الصناعية الحقنينة وكا توا عملوا اللحم مفروم. فوالا. هذه ما يعرفوهاش برشا ناس. حسب ظروف الخدمة. حسب الظروف. خدمة على قدها نمسعوا بها. لا ما يزيدش خليه يسمعوها من عندك أنت اللي المفروم. أما شوية. اللي المفروم راه يتعمل في وقته. في وقته ديما في وقته ديما في وقته ما يصبرش. أما ساعات راه تتلزم باش تعمل طبق هذا واحد ياخذ ب 3000 ب 2000 ب 5000 نجم تخدم ماكينه كورون ديما تخدم 3000 فرنك تحط يسمك برشا الحم باش يخرج لك وماشي الدنيا وشوي شوي وربي حرك اسبابها. ربي حرك اسباب هذه هيك. تعب برشا تعب برشا والغلاوي كويس. البقري قداش توا كان؟ 29 اللوكال نتاعنا الحم بلون الحم أكثر في السلعة مصلي عني بي الحمد لله مصلي عني بي إيه بيدها هولندي هذا ولا شري؟ لا أنا هولندي هولندي مطيش وحده ب 15000 هذا سلعة لوكس هذا بلون توفي الحمد لوكس في لوكس أنا نتفرجك إي خويا قل له نمدك ولا نشهيك الله يخليك شنو يا صدر ما تقوليش ملوخية والله ما نعرف عليه مشيش ملوخية وكوانا اي باهي تجي برشا حاجات جاري تجي برشا حاجات حق العدل انا الحق يرحم والديك ولدي انا ملي دخلت ونلقاه يعمل في المفروم في وقته نقول يرحم والدي ربي يبارك فيه ان شاء الله وربي يبارك لنا الكل المهم ان شاء الله ربي يبقى علينا الستر الكل صحيح جيب لنا صحيح عايشك عايشك ان شاء الله نهاركم مبروك طيب تجيو الحانوت الاخوه عاد خاطر هو اخوهم هو اللي مكلف معناها بال جيب حدايا دقيقه ونمشي نروح انا مدام انا سالتك شنو هذه تقشير الرمان والقناريه تقشير الخضره هذيك اوبسيون باش نرتح ونسى تعبي اوبسيون باش الناس تاخذ شويه خضره وتاكل الخضره بيان سور ولا لا يعطيك صحه وين اخوك عاد خلي يجي يفسر لي عاد انا راني قلت جينا وانتم تهبطوا في السلعه دونك انت باش تعطيني هكا اسوامك وكا هو نبداو بطاطا طماطم الفلفل اليوم يظهر لي كالعاده خرج ب 3000 من الكرو اي خرج ب 3000 اي دونك قداش سمو في شو لا مصيبوها التسعيره سايبوها التسعيره اي سايبوها التسعيره هاي اعطيني تو شحال لهنا سلعه البطاطا قداش اليوم البطاطا دينار و 180 الطماطم ب 2300 الفلفل 3750 شو اسمه البصل البصل اعطيني البصل البصل دينار و 560 اعطيني السهل السفن الناري 1180 لفت الكيلو 980 البسباس ربع دينار ربع دينار هاي فهمتني المعدنوس 400 السلق 500 البروكلي البروكلي بيعوا بالراس دينار الراس دينار الراس الدقله الله يصلي يعني بيه الدقله ب 11800 هذه نذوقوا منها بالشفير خويا ذوق نعطي ايش نشوفوا شويه غله لهنا محمد علي بنواجه تحيه لامي على خاطرها تعبه برشا الايامات ربي يفضلها لنا وربي لا ينحيها علينا يا رب امين يا اعطيني التومسون عاد وينه هاي جاني عاد لنا ناس وكب 10000 غديك هاي عندنا التفاح هذايا 5200 الجولدن هذا 3450 الطمسون هذا 16100 مدالينا ام 3 هذه اي ام 3 هذايا 3450 لنا ناس ب 10000 البنان 4 وقد 4 ونص احنا هكا يا سفيان هك شفت هو مرشي صغير هكا باش نكونوا كملنا جولتنا لليوم تسوق وذوق سفيان تحب تذوق انت كعبه دقله ذوق مساج احنا خذينا الاذن دهم هم يقولوا ثلاثه راهو تحب تعطي تصدق صفيق سيديك دبر راسك انا خاتيني دونك هكا باش نكونوا كملنا جولتنا اليوم تسوق وذوق في حي الزمني ضيق يعني هكا شفتوا المرشيه هذايا وانا قلت سامرشيت كارتيه سامرشيت دو بروكسيميتي لهنا فيه خضار ونص خليني نقول وفيه معناتها هذا شنو نجمو نعملو احنا اليوم واحنا باش نتقابلوا غدوه باذن الله في موعد متجدد مع تسوق والذوق وفي الاثناء انا ديما نقول
ان شاء الله ربي يجريها على السلاح. الى اللقاء.